الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها. أهلا بك مازن، آخر التطورات الميدانية المسجلة لديكم في دمشق وريفها. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرضت معظم احياء العاصمه دمشق لقصف بالدبابات وقذائف الهاون صباح اليوم، وخاصه على حي جوبر الذي تعرض لقصف عنيف بالمدفعيه وقذائف الهاون ونشوب حريق ضخم يعني جراء هذا القصف. وايضا شهدت احياء العاصمه الجنوبيه قصف، وخاصه على مخيم اليرموك الذي شهد اشتباكات عنيفه، وقام الجيش الحر بالتصدي لكتائب الاسد ومنعهم من الدخول او التسلل الى المخيم، وانتشار امن كثيف يعني في حي قبر عاتكه وباب سريجة، وحمله مداهمات شرسه تشنها كتائب الأسد على المنطقة. وأيضا شهد الريف الدمشقي صباح اليوم قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدن دارية والمضمية وعدة مناطق بالغوطة الشرقية، طبعا بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في الجهة الغربية من مدينة دارية، وسقوط عدة صواريخ أرض أرض صباح اليوم على المدينة مع وصول تعزيزات منذ قليل إلى محيط مدينة دارية. في الزبداني أيضا منذ قليل جرت اشتباكات عنيفة في المدينة بين الجيش الحر وكتائب الأسد، والاشتباكات لازالت متواصلة حتى اللحظة، إضافة لبلدة مضايا التي جرى فيها إطلاق نار كثيف جدا من حواجز الوزير والمطحنة والفرن الآلي. ترافق طبعا ذلك مع إطلاق عدة قذائف في المنطقة، وذلك بسبب حدوث انشقاق كبير في صفوف كتائب الأسد في بلدة مضايا، وقصف أيضا على مدينة عدرا كان هذا صباح اليوم، وسقوط عشرات القذائف على المدينة منذ الصباح وحتى اللحظة، يعني إلى الآن مدينة عدرا تتعرض للقصف. وأيضا شهدت مدينة دوما فجر اليوم قصف عنيف في راجمات الصواريخ، وقصف ايضا عنيف على بلده العتيبه وكفر بطنه بالراجمات وقذائف الهاون. وايضا فجر اليوم في جديده طرطوس كان هناك انفجارات هزت البلده بالكامل. نعم نعم. طيب مازن، هناك استهداف للجيش الحر لمبنى الامن الجوي في قرب ساحه العباسيين في دمشق، هل لديك انباء عن الخسائر المسجله؟ نعم، يعني الجيش الحر يوميا يستهدف عدة مراكز أمنية تابعة لكتائب الأسد، والجيش الحر الآن وصل تقريبا إلى نصف حي العباسية في وسط العاصمة دمشق، ويعني إطلاق النار والاشتباكات متواصلة منذ عدة أيام وحتى اللحظة. بالنسبة لاستهداف المركز يعني منذ شهور وهو يستهدف بقذائف الهاون، لكن اليوم الجيش الحر تقريبا وصل إلى المراكز الأمنية في وسط حي العباسيين في العاصمة دمشق، حتى يعني كما ذكرت لك الاشتباكات بالقرب من المركز الجوي في العاصمة دمشق أو في حي العباسية. شكرا لك. من دمشق مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية في دمشق وريفها. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كي